احنا والجيران، احنا قاعدين الجيران نسهر برمضان، نضل نسهر لوقت السحور. الاجواء الفلسطينيه عندنا هون بتضل روح بيجوا على بعضين، وبظل اجواء المخيم، انت بتشوفي المخيم كله يعني تقولي بدينا نهار، يعني لو بدينا ليل، بس بتروحي بتلاقي حالك متونسي، يعني هذا المحل فاتح وهاي الدكانه فاتحه وهاي الناس قاعده برا، ويعني سهره حلوه تبقى بالليل. صح بالليل لو يعني الدنيا، حتى لو الدنيا شتاء بتلاقي كل الناس برا، خاصه بايام رمضان تتعاون الناس مع بعضها وبتساعدوا، اذا واحد عم بيشتغل شغله مثلا بيجي يساعده، اذا مره بدها تعمل ببيت الكعك ايام الكعك، بقينا نتجمع من كل البيت 4-5 نسوان يعملوا الكعك. انا طابخه مثلا طبخه غريبه، انا بودي لجارتي وجارتي بتجيب لي، يعني بنضل نتبادل ان انا بفتكر جاري وجاري بفتكرني. بعنا لحد اسا هاي العاده، العادات بعد الشعب الفلسطيني بعده الحمد لله فيه هاي العاده. اسمحوا